استمتع بعروض الكاش باك. سلمى، ترى احنا مسافرين برا السعودية واللبس هذا ما يصلح برا. مالك دخل؟ شكلي ولبسي شيء يخصني أنا. يلا مشينا. العزومة هيدي كتير مهمة بالنسبة لإلي، ما بدي ولا غلطة. خلوا عينيكن عشرة عشرة، تبهيلي على الأكل. أوكي تمام هلا. اللي منبلش فيه، اللي مننهي فيه، كله مثل ما أنا رتبته بالمطبخ.
خلي عيونك ما تخليهم يغلطوا. ايه الشوكولا، الشوكولا بعد شوي بيوصل. رتب الصواني كيف انا علمتك هديك المره. تمام. وكيف قلت لك اليوم اوعى تنسي شغله. تكرمينك. بعدين انتبهوا اثنيناتكم هون ما يكون في شيء ناقص تحت، خلوا كل شيء مزبوط والصحون كيف انا معلمتكم. اوكي اذا شموع هون كانوا ناقصين انت مسؤوله عنهم. تكرمينك. يلا يعطيكم العافيه. عينيكم 10 10. رنا زين اني شفتك، ابيك ضروري الحين لازم تشوفي لي مخرج، لازم اطلع باي طريقه، ماني فاضيه ابد العزايم اليوم. مريم صديقتي طايحه بالمستشفى من امس، قلبي بيوقف عليها. انا وين وانتي وين الحين؟ قومي شوفي البيت قايم قاعد وانتي هنا قاعده تفكرين بصديقتك مريم. ليه وش صاير؟ امك قلب البيت فوق تحت، كانوا جايين اميرات مو القرويات بنات منيره. عيب يا رنا، والله امي كل همها انها تريح ابوي وانها عادي تفتح صفحه جديده. بعدين ذولي خواتنا لا تنسين سلمى اختهم بتعيش بيننا ومعنا. بلا صفحه جديده بلا قديمه، يعني ما يكفي الفشيله اللي بالزواج، يعني انا لو صديقاتي بالجامعه يجون ويشوفونهم بخلاقينهم وش اقول؟ يفشلون. انت ما ركزت بمكياجهم ملابسهم كانهم مو عاشت بالزمن ذا. بعدين ترى انا اشوف عادي انت مكبره الموضوع، اذا سالوك صديقاتك عادي قولي خواتي من ابوي. اقول فكينا من محاضراتك هذه وخليكي على نياتك، انا مالي الا وحيد هو اللي بيشوف لي حل بالزمن الاخضر ذا. العزومة صارت جاهزة والبنات على وصول. الله يعطيك العافية. ثريا تعالي هنا. أنت وش بت؟ من الصباح وأنت ما أنت مضبوطة. في شيء مضايقت؟ سني ضغطت عليك بعزيمة البنات. إيش قال؟ في شيء مضايقني. بس على الأكيد مش عزومة البنات، هول البنات مثل بناتي، هيك حكيت لك بالأول وما غيرت، وبالنهاية هذا بيتهم وبيت أبوهم. هجل وش اللي مضايقت؟ وش صاير؟ اللي صاير إنك كذبت علي. شفت شو اللي صاير؟ أنا بحياتي ما افتكرت إنك تكذب لا علي ولا على غيري. أنا كذبت عليك؟ إيه، كذبت علي لما رحت البيت منيرة بدون ما تقلي. يعني أنا بحياتي ما منعتك، ليش تسوي هيك؟ وبعدين أنا بدي أصير آخر من يعلم؟ أنا كنت صادق معك، كلامي ما تغير به شيء، وأنا والله ما رحت متعني له. ومثل ما قلت لك أنا طلعت بقصد صلاة الجماعة في مسجد جملة مع أبو سعود، ويوم طلعت من المسجد قال لي والله أشوف البيت خرابة مثل ما وصاني أبو سعود عليهن، ولا هانا علي البنات، ودخلت لعلي أقنعه وطيعن. وأنت ما تدري وش يقولون الناس عني، يقول لي أنا مهمل بناتي وتاركهن. أنا ما منعتك يا شقير، أنا لما أخذتك كنت بعرف إنه منيرة مرتك، كل اللي طلبته منك إنك ما تروح لها هيك بالسر. ما بدي شي مخبى بيني وبينك وهيدا حقي، وصدقني ما بمنعك بالعكس. لا والله ما قد خبيت على شي، وأنا طول عمري كتاب مفتوح لك. أنا وش أسوي بليات يا نور عيني؟ قولي لي من اللي علمت؟ منيرة. منيرة؟ منيرة قالت لك؟ شلون؟ ايه منيرة. شو بدي خاف منها؟ دقيت لها لأعزمها اليوم تجي مع الصبايا، فعلمتني انه انت مرقت لعندها، ومثل العادة ما رح تجي الليلة. وعلى فكرة مثل ما قلت لك، قالت لي انه اللي انكسر بعمره ما بيتصلح. والله انك أصيلة يا ثريا، ولا خاب ظني فيك. انت بتعرف أكثر واحد انه انا ما بجرؤ ابدا بعدك عنه، بالعكس جربت كل حياتي أقربهم من قلبي ومن بيتي، بس ما قدرت أبداً دخلهم لقلبي، وأنت بتعرف هالشي. هني أخدين موقف مني وما قادرين ينسوا. أنت بس لو تسمعهم قبل عرسان ما شو كانوا عم بيقولوا، وقدي حسيت قلوبهم مليانة مني لأنه سرقتك منهم. قلبك كبير يا ثريا، والخطأ خطاي مو خطات، وأنا لازم أعدل أخطائي كلها. أولهم عيالي يا ثريا اللي كبروا وانا ماني بحولهم.
اللي شفت سلمى عروس ومن ذيك الليلة اللي شفتهم فرحانين أبيهن يحسون بي وأحس بهن ويعرف أن بيت أبوهم مفتوح لهن كلهن ويجون ويستانسون عندي وأفرح بهن وتفرحين بهم. تقدري تساعديني يا حبيبتي يا ثريا؟ ما طلبت شيء لعيونك يا شقير، كل شيء بهون مثل ما قلت لك قبل ورح ضل أقول لك، أنا قلبي وبيتي مفتوح لألهم، هول بنات حبيبي وأنا شو بدي من الحياة غير رضاك سعادتك. وحيد انت كذا عادي طالع ومتكشخ؟ حنا لو يحترق البيت فينا ما همينا. خير وش حريقته وش الاكش اللي عايشتن فيه وش طاير؟ امك ما لنا الهدنه مع منيره وبناتها، لو بتجيبهم عندنا هنا بالبيت يعني عادي يدورون كذا حولنا. بس هذا اللي مسبب هاله الهالة عندك وين جو وين عزمتهم؟ اقول فكك من البربسه ومن الدراما اللي عايشه فيها. بنات منيره لا يمكن يخلن امهن ولا يمكن يخلين جحر الملز هذا ملتمات فيه كنهن قطاوه. والله ما يخوف الا القطاوه خصوصا الكبره. انتوا هنا؟ اجل وين؟ تحت رش ورد للقرويات؟ وحيد تكفى خذني معاك، امي معي على ياخذ السواق ومسوي حذر عشان العشاء. بعد انا خلص من ذي تجين انتي، وش تبين وين بتروحين؟ مريم صديقتي طايحه بالمستشفى معاها فشل كلوي، بموت عليها قلق، لازم اطلع لها الحين. شايفيني فاضي انا؟ فاضيه لك انتي وياها؟ انت انتبهي لدراستك. وانتم لو ذكيات بالاساس كان حضرتوا العشاء وجلستوا معهم وفهمتوا اللي وراهم واللي دونهم. ذولي يا حلوات شريكاتكم في الحلال، مثلهم مثلكم، ما في فرق. كلام وحيد صح، احنا لازم نقرب منهم ونعرف وش ناويين عليه. والله يا وحيد اتهقى انهم جايات وطمعانات بحلال ابوي وخيره. بس فكر معي شوي، ليه ما طلبوا بحقهم من سنين؟ ليه بس هالحين؟ لانهم كانوا صغار وامهم تدربيهم، الحين كبروا وقوة شوكتهم وزرعوا اختهم وسطكم متكتكين. وليش امي قابلتهم طيب؟ معقوله امي غبيه للدرجه ذي؟ ثريا ما كشفت تلاعيبهم؟ مستحيل. نقول والله انتم الغبيات، ثريا ما هي بغبيه اذكى مني ومنك، بس تبي ترضي ابوي. اذا الموضوع كذا ما عليك، انا اوريهم، مو انا سعاد اللي يلعب عليها. خبز انتم حطوا عيونكم عليهم. اوكي ركزوا. شايفتك طالع صح؟ اخواتك بالطريق جايين يتعشوا هون. اي والله يا امي مشغول حد راسي، بس ان شاء الله اذا خلصت مبكر بجي. الله يهديك يا ماما، ما عم لقيك بيناتنا. طب هلا فرصة، اخواتك جايين على نص بيتك بتتعرف عليهم. يما ترى حنانك هالفترة مرة زايد وطالع البرة، ولوينهم عيال منيرة طول هالسنين؟ توك تنتبهين لهم انتي وابوي؟ او كرمال عيونك يا منذر تكرم سلمى وشلتها. كيف تقول هيك وحيد؟ لإلي عم بتقول هيك؟ انت بتعرف انه انا طول عمري فتحت لهم بيتي، شو بعمل اذا هني سكروا الباب بيني وبينهم؟ خلاص سوي اللي بودك يمه، بس بالله خففي بهارات الحنان هذه عشان لا يتعودون ويطمعون. اوكي انا عندي اشغال، اذا خلصت ابرجع، بس نصيحه انتبهي من اللي جاياتك اليوم، ترى وراهن افعى قرصتها من هنا للقبر. وانتبهي لابوي بعد، ها لا نجي ندوره ما نلقاه. وحيد يا ويلك اذا ما بتجي على العشاء الليله، بتشوف شو رح يصير فيك. مشعل يا مشعل. سمي امه. تعال سمي. اجلس. الوريقه ذي فيها حظك وبختك. وش فيها يما؟ المصباح السحري؟ فيها اكثر، فيها رقم ام رقيه زوجة الشيخ شقير. شقير جار الله ما غيره يمه؟ ما غيره، وكم شيخ في الديره. اسمع لو صارت من حظك ونصيبك ابشر بعزك وانا امك. بس ها قدس يمه يوافقون علي؟ وليه ما يوافقون؟ طول وعرض وزين. ولا تنسى انك ابن حمايل وابوك كان اسمه يرن بين تجار الرياض لو ما خسر تجارته، الله يعوض عليه. والله انا محمولتهم طيبه يمه، بس بنتهم حلوه نفس اللي وريتس في المجله. وش تبي في الزين عند الملايين؟ وش ينفعك الزين مع الفقر؟ خذ الحرمة تعزك وترزك،
اترك من الحرمه تخليك تدور ورا الدين. على شمه الزين يستاهل التعب. بس بنتهم كيف؟ حلوه؟ فيها شيء؟ فيها عيب؟ ما فيها شيء، ما فيها ولا شيء. كم تحب تنعنقز بوجهها بس. لا معليش امه، دام فيها عنقز ما بيها. اقول اترك عنك هالخرابيط وتحشوري، ترى القروش تحل البنات. والله يا امه هذه مغامره، بس دام ودس فيها ما عندي مشكله. خذ الرقم ذا، سهم لي عليه، وخليني اكلم امها واسولف معها، غادي هي توافق عليك. ابشري يا امه. يلا. قصري على المسجل يا بنات. ألو. السلام عليكم ناصر، وشلونك؟ عساك طيبة. هلا وسهلا. من معي؟ معك أختك أم مشعل. هلا هلا أم مشعل، وشلونك؟ سمي أمري. ما يأمر عليك ظالم، أبي أجيك وتونس عندك وتقهوى معك، وأبي أشوف بنتك رقية. هي أبد، حياة الله، بأي وقت تجينا. بسم الله، دخلي دخلي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يهديك بس ويصلح بالك يا أخوي شقير. شلون ينصلح حاله يبا وهو تو يتذكر بناته؟ هدينا وياس بعده، أحسن إنه يذكرهم الحين، أحسن ما ينساهم على طول ولا يذكرهم. والله إني من شفت هالرجال هذا يصلي معنا ويروتع، وأنا والله فرح له ودار إنه نادم وبيرجع. والله ما تعرف وش وراه، ذول التجار ورجال الأعمال ما يسوون شيء لله. أحسن النية يا بنيتي بعد أنت الثانية. ما هي على النية يبا، بس بالعقل، شلون يقدرون يسامحونه وهو صار لعشرين سنة ما جاهم يكافي، تاركهم هجر وجحود. والله لو إنه ميت أصرف. في أشياء إن راحت يا يبا ما عاد ترجع، وولها الحب والحنان. الله أكبر يا راعية الحب والحنان، الله راسه يابس في حب ما طحن. خير إن شاء الله. وش هاللبس؟ ما لقيت يخلع من كذا. خير؟ وش بلبسي؟ وين الخلاعة بالموضوع؟ ولا تبيني ألبس مثلت؟ أقول تغيير ماني بمغيرته، ولا الطقم ما تناسب إلا بنات خيوه. يلا بس وخري عني. أمي تقول إن فيه ضيوف بيجون. أدري ذولا جايين يخطبونك. أخس يا رقية، حمد الله بفتك منت، وأنا قلت ما حد بيعرس عليك أنت وخلاقينت. عبا هي بوش هالكلام، تدلعين بعد. بعدين تونا ما شفت الحرمة ولا شافته، خلت إنها الحين. أنتي ما ودت تصفين النية قبل أن أطلع بيت أبوي؟ ترى أبوي بدأ يحن قلبه علينا، وده يعوضنا، يجمعنا بعيالة ثريا. دامنا رجع لنا، ورا ما نعطيه فرصة ونسامحه. تبني أعطيه فرصة؟ وخري وخري. ليه؟ هو أعطاني فرصة يوم إني كنت بالمدرسة أنا وخلاقيني، وكان أنا البنات يضحكن علي، ما كني بنت شقير. ولا أعطاس فرصة يوم إننا كنا نموت من الجوع والبنات يطلع نفخم المطاعم وما معنا قروش عشان نروح معهن. ردي. ولا عطانا فرصة يوم كنا نركب الباصات الحكومية، ما عندنا سيارات نروح بها للمدرسة. ولا عطانا فرصة وهو مسكننا بذا الخرابة متعذر بمت. ولا عطانا فرصة مثل ما عطاهم. ها؟ اسمعي حبيبتي، هذا الوقت اليوم ذا مو بيوم فرص وتسامح، اليوم ذا يوم حق، حق وبرجعه، سمعتي؟ يا الله وش كثر شايل قلب تسعد. عذبة لازم تنسين الماضي وتعيشين الحاضر، إذا ما هو علشانه علشان نفسك ترى كذا بتتعبين وتمرضين.
اسمعي، أنا اللي شاغل بالي السوسة ذي سعاد يا بنت الحلال عجزت أفهمها. تذكرين هاك اليوم شلون تناظرنا ساكتة بالعرس؟ أما رنا العسقولة ذي خليها علي، أنا وريت بها. تعوذي من الشيطان واذكري الله، ما تدرين إن شاء الله كاتب لنا من أختك. خلينا نطير. شلون تزينون؟ أنا باكله بالشوكة بدون خبز. شوكة؟ ذي؟ إيه؟ اليوم متوصية فيكم ثريا. الله يعطيك. وبدك خبز حبيبتي بجيب لك خبز. لا ما منا. واو، وش الفخامة ذي يبا؟ وش الصلاة والحدايق ذي اللي برا؟ يبا الحين أنتم لهرجتوا تسمعون بعض؟ تصدق أنا لو عطس ببيتنا بغرفتي الجيران يقولون رحمت الله. مظلومتي يا حليلتي بنيتي، هذا بيتكم، بيتكم وانا بوت. عاد تصدقين سمعت ان الملز توسعت وصار عليها تركيز بالتحديثات الجديده. سمعت مرحلنا بيتنا ثابت، اعتبرنا من تراثيات الرياض. ذوقي راس الكبه كثير طيبين، حبيتوا الاكل. هو الكبه عملته مخصوصه لكم. شو اسمها ذي؟ راس الكبه الصغار. راس الكبه بذوقه، بس أبد ما يجي مثل طبخ أمي. أبوي أشهد، اسألي. معك حق، أطيب شيء أكلات الماما. بس عن جد أنتم مجهودكم اليوم كتير عزيزة على قلبي، مشان هيك عملت لكم كم أكلة، ورق العنب والكبة، وبعد في هونيك خصوصي لكم، إن شاء الله يعجبوكم. هاي، مساء الخير. يا هلا. معذرة تأخرت شوي، كان عندي شغل. ولا كيف افوت شفقة خواتي عذبة ورقية؟ وحيد ترى غار. يما منك تغارين، يزينك يا كل الغلا يا اخر العنقود. الا تطمني يا ولدي، بخصوص الدراسة رسيت على جامعة؟ مع اني والله ما ادري يا ولدي وش تبي ببلاد الغربة، لو ان الله يهديك بس تجلس معي وتدير شركاتي. خله يبا يمشي على رغباته، نديم راعي دراسة ما هو براعي شركات ومقاولات، وبعدين شركاتك ما هي بضايعة، انا وين بروح؟ انا موجود. بكره يرجع لك نديم دكتور قد الدنيا، وين بده يروح؟ بده يرجع يقعد حدك، بس انت ورافع راسك فيه. العمر يكسر يا عيالي ما يطول، واللي بنيته وتعبت وشقيت فيه تراه لكم انتم. بكره الى مني بغيت ارتاح وتقاعدت تكملون من بعد المشوار. اللي على طاري الشركات يبا، ما تحس انك خلاص شركات التوكيلات، يعني انتقل من مرحله الى مرحله وامسك شركات المقاولات واشرف على مشروع السكني، منها تريح راسك من الصداع ومنها ولدك مو بالغريب. مش وقته هالحكي يا وحيد، بعدين المشروع السكني بده تفرغ كامل وبده خبرة كتير كبير، وانت بعدك بأول الطريق. خليك هلأ بشغلك وفرجينا شوية أرباح من شركة التوكيلات، وبيبقى أبوك شقير بقرر على رواق. ولا شو يا شقير؟ انت صادقة يا ثريا، الموضوع هذا بدري عليه نحكي فيه الحين، نأجلها لبعدين. لا تنسونا فرحتنا في بناتي رقية وعذبة. نورة، ما تهجينا غلط ما رحنا عرس سلمى؟ إلا غلط وحرام بعد. غلط تروحين عرس اللي رفضوا أخوت لأنه هدونا على مستواهم، وحرام لأنه كله معازف، والعرس ذا بكبره مال حرام، وتبين تحضرين؟ نورة، وش فيك؟ تراهم جيراننا صديقاتنا من وحنا صغار، وسلمى أول فرحة لخالتي منيرة. ليتني ما طعت سرح. اي والله ان الصدزه يا بنيتي يا مناير، هذا جيران والباب في الباب، وهذه فرحه سلمى بنت منيره. تقولين هالحكي انت تبي تطاوعين اختك بس.
الله هديس بعد انت يا نوير، وش تلحقتي اللي قاعده تقولين انت الحين؟ خالتي منيره بكبرى ما حضرت، وانت تبين تحضرين؟ وخير يا طير، حضرت ولا ما حضرت؟ وبعدين وشلون هالحين تجين تقولين ان مال الرجال كله حرام؟ انت شفتيه بعيونك يسرق ولا تحكين حكين بس؟ وناسيت ان البيت هذا اللي تربيتي فيه وكبرتي فيه انه من حلاله ومن فلوسه؟ انت متى بتتوبين من سوء الظن اللي انت فيه؟ وانت يا مناير تبين تطاوعينها ولا تحضرين بعد؟ هذا صديقتك وخويتك، هفع عليك بس. ما اقول لا، الله يرحمك يا حصه، بس ويغمد روحه الجن. يلا بقوم اروح اصلي. الحين اذا ما همس المال الحرام ولا راعيتي مشاعر ذي الضعيفه، يا اخوي راعي مشاعر اخوك على الاقل، بس تبين التهزيء. والله انه يا رقيه وعزبه مبسوطين فيكم كثير، دايما بدكم تجوا لعنا، ان شاء الله دايما بننشب لكم، وبتقولوا لي شو الاكلات اللي بدكم اياهم وانا بعملهم، اتفقنا؟ كلهم، شفت اللي زينتوه ذا؟ كله، يعني حبيته العشاء اليوم. ايه الحمد لله. ما قصرتي، تسلمي مينتس. بالعافيه. مو بطبخة؟ بلا. ما بشغلاتت؟ لا لا. اي عشو طبخ واشراف. اللي بناتي وراكم تاخرتوا في الجيه؟ والله يبا الطريق زحمه زحمه موت، انحمر. صدقتي، لا والمكان بعيد بعد. اي والله. لا نخلي لكم سواق معكم، هيك بصيروا تجوا من بدري وبينبسط فيكم ابوكم. اعندنك يبا. باخذ لامي مع قهوتها تشربها. صحة صحة حبيبتي. لا يا بنتي، امك لا زالت عندها برايها ومتمسكتم في هالبيت القديم، ورا ما تجي عندنا وتختار لها احسن بيت، على الاقل افضل من هالحاره البعيده، ومنها في نفس الوقت تصيرون حولي، ازوركم وتزوروني واشوفكم. والله يا بنتي اللي بعيدنا عن العين بعيدنا عن القلب. والله يا يبا امي عجزنا عنه، ما تبي تطلع من بيته وتقول ما بي غيره، ولاني تاركت جيراني اللي سنين وانا وياهم، وهي اصلا ما تقوم من سجادته من غياب اخوي ناصر. لو ان الله كاتبه اني جلست معكم ما فارقتكم، ما كان حصل هذا كله. بس من اليوم ورايح هذا بيتكم وهذولي خواتك، وناصر هذا انا بشوف شغلي معه، ابى اروح وتله برقبته واجيبه. ايه تكفى يبا، طلعنا من ذا البيت الخرابه، تدري انه يخر والله ان يطيح السقف فوق روسنا. يعني اخوي ناصر وراح، وخالتي ام سعود وماتت، وش قعدنا هناك؟ والله يا ريت شو تقعدوا حدنا. تعرف يا شقير، ليه ما بياخذوا القصر الجديد يلي كنت عم تحضره للاولاد؟ بتصيروا كثير قرب علينا، بعيد من هون شارعين بس. يبشرون، بس منيره توافق، والاولاد بشوف لهم مكان ثاني باذن الله. ومثل ما انت شايفه شكلهم طولين على العرس. صح. تعرفوا يا بنات، انا ما بحياتي كان عندي مشكل مع امكم، كنت وبعدني بعتبرها مثل اختي، بس هي اللي عدتني ضرتها. بس انا بنفس الوقت ما بقدر انسى بدايتها مع شقير وقد ضحت باول حياتهم. يلا انا استرخصك، انتن يا بنات اجلسن مع خواتكن واستانسن، وانا عندي شغلات بخلصها. وانا بعد رح اطلع نام، وخليكن انتو هون عم تتسايروا وعملوا اللي بدكن، يعتبروا البيت بيتكن. تصبحوا على خير يا بنات. تصبحوا على خير. وانتم من اهل الخير. شوفوا يا ثريا، ابيك تتحملين البنات لين يتعودون على الوضع الجديد اللي هم فيه. تراهم انحرموا كثير، وانا بيعوضهم بقدر ما اقدر. يعني لعيونك انا بتحمل كل شيء، وانت بتعرف بعدين هول البنات مثل بناتي، بعضهم صغار، واذا شايلين بقلبهم انا كفيله انه اعوض لهم كل شيء وصفي القلوب. بس انت ما تشيل هم وكون مرتاح. انا عموما ابي امشي واغير الجو، اشم هوا شوي. أمو اللي بدك، المهم تكون مرتاح يا حبيبي. يلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم كان اتصال من القائد الله يحفظه وينصر، يسألنا عن أحوالنا بهالبلاد وعن سير خطتنا، ويأكد على أننا لازم نطهر هالأرض من هالفساد. إلا أسألك يا شيخ، أنت قبل كنت في أفغانستان؟ أي نعم، كنت مجاهد، لكن بعد هزيمتنا تفرقنا، القائد راح لديرته وحنا لجينا الحلبل، لكن القائد يشدد على أننا لازم نخرج المشركين من جزيرة العرب. إيه فعلا لازم أن نخرجهم يا شيخ وننتصر عليهم إن شاء الله. صدقت صدقت يا ناصر. إلا بسألك يا ناصر، وش هواياتك؟ ما عمري شفتك تلعب كورة مع الشباب. أنا والله يا شيخ هواياتي، عندي شغف كبير بالكمبيوتر والعياذ بالله، وكنت أجلس قدامه ساعات طويلة، لكن بعد ما أيقنت وعرفت أنه يلهين عن الطاعات تركته ولله الحمد. لا غلطان يا ناصر، غلطان الله يهديك. هالكمبيوتر مو فائدة عظيمة، هالكمبيوتر هو حلقة الوصل ما بيننا وبين قادتنا، يأخذون أخبارنا وناخذ أوامرهم، وهالكمبيوتر فيه أكبر خدمة لدينك، وإن شاء الله أني بجيب لك كمبيوتر جديد. تراك يا ناصر تخدم دينك بهالموضوع. تصدق يا شيخي ما فكرت بهالموضوع أبد. لا خل التفكير لنا الحين، قم خل نشط جسمك مع الشباب. أبشر بسم الله، قم أنت نشط مع الشباب. إن شاء الله يا شيخ تفضل. الحمد لله أنه أبوي وأمك راحوا. أسمع ودي أسألكن، الحين أنتن شلون تقضين أيامكن بذا القصر؟ طب خلاص عندي فكرة، إيش رأيك نرقى نشوف غرفكن بحركات؟ في فيها حركات. طيب جو. أوكي واي نوت. قومي قومي تفرج، قومي قومي. ليش متقطعة سدر؟ هذه رسمها واحد أمريكي. أوكي. هي رسم أمريكي.